صباح النور. صباح النور البنات، كنتمنى تكونوا على خير وبخير وصحه جيده. اول حاجه بغيت نشكر كاع الناس اللي مشاركين معايا واللي كيدعموني وكيشجعوني وكيطلعوا لي اللايكات والتعليقات. شكرا لكم بزاف كاملين كاملين كاملين. ما نقدرش نقول الاسماء لانه الاسماء كثيره واللائحه طويله جدا جدا. كنقول لكم شكرا بزاف 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 بزاف. ما عرفتش كيفاش غنشكركم، ولكن غنشكركم بطريقتي الخاصه، يمكن تقدروا تشوفوها من بعد. اليوم جيت بغيت نصور معكم واحد الشيء وتشيليتها، حيت عندنا اليوم الصيف بزاف بزاف بزاف، وبغيت ندير غير شي حاجه خفيفه. قلت غادي ندير طاجين ديال الكفته، يعني طاجين ديال الكفته مغربيه عادي، وندير اون سالاد فيغت عاديه، لانه الصاد ما كنقدروش ناكلو هاد الصاد. طبعا قلت علاش ما نبارطاجيهش مع الناس اللي كيبغيوني وكيديروا لي التعاليق وكيخليو لي اللايكات. ومن هاد المنبر كنشكر الجميع كاع الناس اللي كيجيو عندي واحد واحد. دونك على بركة الله، عندي الكفتة، خديت 500 غرام ديال الكفتة نص كيلو، خديت طوماط بولي اللي هي اصلا واجده بحال اللي كتشوفوا، خديت البصلة وشلطتها، عندي نص كاس كتير ديال زيت المدية حيت كتعجبني زيت المدية، عندي لقمة بطبيعة الحال اللي غادي نديرها في الكفتة اللي هي الملحة والسودانية والبزار وتحميره حلوه وقبيصه د الكمون حيت بنتي ما كتبغيش الكمون والقزبر للكفته. دابا غادي ندوزو نفس المقادير لاصوص اللي هي السودانيه والبزار وتحميره حلوه وبطبيعه الحال المعدنوس وورقه سيدنا موسى وقبيصه د الملحه وشويه د الكمون. انا ما عطيتكمش المقادير اكزاكت ديال لي زانغغيديون ديال الإقامة، على حساب كل واحد والقدر ديالو. تقدروا ديروا نص كيلو، تقدروا ديروا كيلو، تقدروا ديروا غير ربعه، علاش لا، لان كاين السيد او السيده اللي كتكون بوحدها. دونك عطيتكم المقادير، خليتهم لكم لكم الاختيار، حيت كاين اللي كيبغي الحار، كاين اللي ما كيبغيش الحار، كاين اللي كيبغي المالح، كاين اللي ما كيبغيش المالح. دونك انا عطيتكم القياس ديالي انا. على بركه الله ندوزو الطريقه. اول حاجه غادي ندير بصيله في الكفته ديالي، وما تبقى غادي نديرو في الطاجين بحال اللي كتشوفوا بحال اللي كتشوفوا. الزويته هي الاولى، وغادي نحطو فوق العافيه مهيله، وغادي نخليه يعرق بوحدو. هانتوما بحال اللي كتشوفوا. دابا انا غادي نخلي البصيله ديالي هنايا، ها هي بحال اللي كتشوفوا. ما كنمشي معكم دقه بدقه، يعني تندير معكم مرحله بمرحله بحال اللي كتشوفوا. يعني غادي نخلي هاد البصيله ديالي تعرق على خاطرها، يعني ما مجهداش العافيه، درت غير الزويته بلديه بوحدها والبصيله، ما غنديرش لقمه دابا باش ما تحرقش ليا لقمه، غادي ندير غير الزويته والبصيله. وبطبيعه الحال غادي نخلي هذيك البصيله تعرق على خاطرها. انا كنتسنى هذه البصيله هي كتعرق على خاطرها، لانه انا دايره واحد بحال هذه ديال سميتو تحت الطاجين باش الطاجين ديالي ما يلي. ها هو بحال اللي كتشوفوا فيه، ها هو دايره من تحت الطاجين ومهله البوطه. دونك ها هي البصله ديالي كتعرق على خاطرها، ها هي بدات كطيح بحال اللي كتشوفوا، ماشي بدات كطيح، راها طاحت تقريبا. هي البصله ديالي عرقات وطاحت. دابا غادي ندير المطيشه بحال اللي كتشوفوا، ها هي المطيشه ديالي. انا بدينا عاوتاني في ديالي، عندي مشكله مع هاد ديالي انا، المطيشه ديالي، لوبان ديالي، المقله ديالي. من بعد غادي ندير الإقامة، ها هي بحال اللي كتشوفوا، غادي ندير الإقامة
ديال الطاجين، ماشي ديال الكفته، ديال الكفته راها بوحدها. اذا هنا درت البصيله اللي طاحت ليا في الزويته بالليا، ودرت المطيشه، ودرت لي قامه كامله، وغادي نسد عليها في الطاجين ديالها، وغادي نخليها تميج وطا تقريبا واحد نص ساعه، لانه خص هذيك لاصوص تعقد مزيان وطيب مزيان، وديك البصيله تطلق الميه ديالها، والقامه حتى هي تطلق لوكو، والوريقه حتى هي تطلق لوكو ديالها. غادي نخليها حتى يتجمع على خاطر خاطر وتعقد ديك المريقه، ديك لاصوص تعقد على خاطرها. هاني كتشوفوا هاني غادي نسد دابا الطاجين، وغادي نخليها تبقى هكذا على خاطرها حتى تعقد، حتى تولي لاصوص فريمون فريمون بيان ميجوتي على خاطر خاطرها. ودابا غادي ندوز للمقادير ديال الكفته. بحال اللي كتشوفوا الكفته فاش درتها، درت ليها غير البصيله ديالها. دابا غادي ندير المعدنوس، وبيان سور اللي قلت لكم قبيله التحميره حلوه، والبزار، وقبيسه الكمون، وقبيسه ديال السودانيه، والملح حسب الذوق. غادي ندير هادشي كامل في الكفيته ديالي، غادي نزيدو على ديك البصيله بحال اللي كتشوفوا. نتوما كتشوفوني انا درت صبعيات، لانه عارفين اللي قامه كتخلي لي طراس في اليدين، بطبيعه الحال اللي ما بغاش يديرهم ما يديرهمش، هادشي نتوما ماشي ملزمين باش ديروهم. دونك هاد الكفيته ديالي غادي نشدها وغادي نجمعها مزيان بالقامه، ونخليها تشرب مزيان القامه. غادي نرخف عليها تقريبا واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق نخليها، يعني ما غاداش نزرب عليها، غادي نخليها تشرب هذيك القامه ديالها، ومن بعد عاد نديرها كويرات ونرجع لكم ان شاء الله. دابا نشوفوا الطاجين ديالنا فين وصل، هي داز تقريبا 30 دقيقة. ها هو ما شاء الله، عقد ديك البصيله سخفات، المطيشه سخفات، وحتى انا سخفت حتى انا سخفت حيت الصهد. دونك غادي ندير دابا الكفيته ديالي، حتى هي ديالي ضروري من ديالي الكفيته حتى هي باش تعرق. دائما انا ملي كندير الكفته فوق الطاجين ما كنحركهاش، كنبغيش نحركها باش ما نخسرهاش، يبقاو الكويرات مزيانين. ها اللي كتشوفوا ها هي، دابا غنخليها غير بحال هكا، ما غاديش نحركها بحال اللي كتعرفوا نتوما، راه شتو بانه العافيه مهيله كيظهر ليا، راه باينه ليكم العافيه مهيله. دابا غادي نخليه هكا كيف هو، ما غنحركوش، وغادي نسد عليه حتى نحس بهذيك الكفيته عرقات مع البصيله وعطات المذاق ديالها والبنه، وعاد ان شاء الله رجعوا للبقيه. خليكم معايا ما تقطعوش. دابا نطلعوا على الطاجين ديالنا نشوفوا فين وصل. بحال اللي قلت لكم انا ما حركتوش، ها هو غادي بشويه، ولكن غادي مزيان الحمد لله، لان دايره العافيه مهيله 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 بزاف. دابا غادي ندير البيضات ديالي، خليكم معايا. هادو البيضات ديالي اللي اصلا غسلتهم وكنحطهم في الماء باش كنعرف واش صالحين ولا ما صالحينش. كنحطهم في الماء، كندير واحد الكاسرونه ولا باسينه، وكندير فيها الماء، وكنحط البيضه. الا طلعت البيضه فوق الماء راها ما مزياناش، والا بقات لتحت راها مزيانه. دونك هما البيضات ديالي غسلتهم وقديتهم، دابا غندير لهم حفيرات وغادي نديرهم في الطاجين ديالي بطبيعه الحال دائما. ندير حفيره واحده اخرى هنايا، حيت ملي كدير البيض ما خصكش تحرك بطبيعه الحال. هاد الطاجين اللي كتشوفوا اللي انا طيبت معاكم، راني ما درتش فيه ولا قطره الماء، لانه ما عنديش مع الماء،
ما عنديش مع المياه المصفصره ما كنبغيهاش. دونك ملي بديت الطاجين وانا ما درتش فيه ولا قطره الماء، ما نحلف على ديك الميه ديال البصيله اللي طلقاتها بوحدها والميه ديال الكفته فقط، شي حاجه اخرى ما درتش الماء نهائيا. دابا غادي نغطي على البيضات ديالي وغادي نخليهم حتى يعرقوا مزيان حتى هما ويطيبوا، ومن بعد غادي ندير عليهم واحد شويه البزار، ولكن خليكم معايا ما تقطعوش. هاني غادي نسد على الطاجين، ها هو نسد عليه ها اللي كتشوفوا، وها هي العافيه مهيله بزاف 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 بزاف، يعني مخليها مهيله ما كنبغيش الطاجين يلصق. غادي نسد عليها وغادي نخلي حتى يطيبوا داك البيضات ديالي غير في البخار. فوالا هاتو تالاخ. ودابا ها هو الطاجين ديالنا وجد بحال اللي كتشوفوا، ها هو الطاجين وجد على حقه وطريقه. درت فيه هذوك البيضات بحال اللي قلت لكم، خليتهم طابو غير في العرق. دونك تنقول لكم بالصحه والراحه، وما كرهتكمش ما كرهتكمش تجربوا هذه الطريقه هذه بحال اللي درت انا، يعني هي طريقه سامبل عاديه سامبل اي فاسيل. كنقول لكم بالصحه والراحه، وكنقول لكم شكرا على المتابعه، شكرا لكم كاملين كاملين كاملين. وما تنساوش تخليو اللايك وتخليو تعليقات، وحتى الا كان شي حاجه في التعليقات ماشي هي ليك خليوها ليا، لانه خصني نعرف نعرف يعني اللي عجبكم واللي ما عجبكمش، تشاركوا معايا الزوينه والخايبه. وما تنساوش راكم ديما في البال.